السيدة الصادقة المهدي قال يا جماعة الفشة غابينكم حرد مدينة، نحن علينا أن نتجاوز وعلينا أن نسكن وعلينا أن نرتقي، أننا نعبر عن شعب سوداني له تاريخ نضالي راغي في الدكتاتوريات وله رؤية في التسامح وله مدرسة راغية في القبول بالآخر تمثلنا جميعا. في هذا المرحلة أنا يزعجني أقدم السيد نائب رئيس الكتلة السيد ناظر ترك بأنه شرق السودان يتعرض لتقسيم ولعمل منظم يستغل فيه العملية السياسية، ونحن حريصين إنه يكون في رؤية موضوعية. شكرا جزيلا، كتر خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. جميع الإخوة والأخوة الإعلاميين، وأنا حقيقة يمكن إخوان الذين تحدثوا من قبل شرحوا الموقف، لذلك لا أحتاج لوقت ولا لعناء كثير، لأنه ما قاله الإخوان هو حقيقة الموقف الحقيقي، ولكن أنا أريد أن أضيف أولا هنالك وثيقة دستورية مقطع الدين هو الحرية والتغيير ومكون عسكري في ولاية الثورة، وهذه الوثيقة كانت هي حقيقة رغم أن هنالك معارضين ما فيهم نحن في شرق السودان، وبعد أيضا أخواننا الموقعين على السلام قبل ما يأتوا، فعندما أصبحت الوثيقة هي حقيقة انضموا على إخواننا في السلام، وأي بند قواري في السلام كان يقرأ على بنود الوثيقة، فلذلك كان تم اعتماده بعد إدخال سلام جبا كوثيقة للفترة الانتقالية. حقيقة يمكن انقسام الناس يقولوا العسكر والمدنيين، لكن كان الانقسام بين العسكر والمدنيين سبقه الانقسام بين المدنيين، وكان كل الناس شهود فيما حصل في قاعة السلام، مما أدى إلى انشقاق قوى الحرية والتغيير إلى قبلتين، فأيضا لم يسلم حتى المكون العسكري حتى القائد العام للقوات المسلحة بالإساءة من كان معه في المجلس السيادي، فلذلك أدت هذا الحراك إلى حراك شعبي قوي جدا، وكان من أعظم هذا الحراك هو قفل شرق السودان، وكذلك الاعتصام أمام القصر، وكذلك تحرك أيضا في كردفان والشمال وغيرهم المواقع، فلا بد كان من القوات المسلحة أن تتخذ قرارات لتحسين الموقف، وحسب ما ينص عليه الدستور أن القوات المسلحة إذا تعرضت البلاد لانفلات أمن لها الحق، لكن استغلوا هذا الأمر وقالوا الانقلاب والانقلابيين، مرة سمونا انقلابيين ونحن لسنا قوة لنقل الحكم، ولكننا كشعب لنا الحرية والإرادة إن نرفض حكما عسكريا ونقود انتفاضة لنطيح به، وكذلك من حقنا أن نعترض على حكومة مدنية لا يعني توفي بمتطلبات المرحلة. فلذلك كان الحقيقة ما سمى بالمدنية كان مدنية دكتاتورية. الشيء الآخر قلنا في شرق السودان لنا قضية ومن قبل الله أكبر وحتى انتخابات 86 كان في دوائر للبجر وثم حمل السلاح وتوقعوا اتفاقية أسمر، ثم حصل مسار جوبا الذي أدى إلى خلاف وأدى إلى اقتتال بين الأهل، وكانت الدولة تداركت بتأجيل هذا المسار، وبعد هذا اتفقنا نحن وعدد كبير جدا
نقدر المسؤولية من الذين كانوا جزء من المسار أن يكون هناك تحول في شرق السودان، يكون تحول اجتماعي وتحول سياسي يوحد ونعود إلى ما كنا عليه في السابق.